يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسبق. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة التاسعة بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الرابع من صحيح السيرة، بقي لنا من الحديبية أن نذكر النتائج التي ترتبت على صلح الحديبية. كان من أهم النتائج التي ترتبت على صلح الحديبية أن قريشا اعترفت بالمسلمين، لأنهم أجروا الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وكونهم أجروا صلحا ومعاهدة فهذا اعتراف بالمسلمين واعتراف بقوة المسلمين، ولقد طار بذلك الركبان أن في أنحاء الجزيرة أن قريشا عقد صلحا مع محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين، مما يعني ذلك عند العرب الاعتراف قريش بالمسلمين وبقوة المسلمين. ومن نتائج الحديبية أنها وضعت الحرب ما بين المسلمين وما بين ألد أعداء الإسلام وهم قريش لمدة 10 سنوات. نعم، كما سنرى إن هذه المدة لم تستنفذ، لكن كان السبب هو قريش، مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى اليهود لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شغل بقريش وترك بقايا اليهود الذين يكيدون للإسلام في خيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية سيلتفت إلى اليهود في خيبر. وأيضا جعل كبار الناس من الكفار ينظرون إلى الإسلام نظرة أخرى، كيف أن الإسلام يظهر مع الوقت وتزداد أعداد الذين يعتنقون الإسلام مع الوقت، فجعل كبار قريش كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم ينظرون ويتأملون في الإسلام، مما دعاهم كما سنرى بعد ذلك أن يدخلوا إلى الإسلام، فكانوا قوة للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وليس أدل على فضل صلح الحديبية أن ابن شهاب الزهري يقول إن عدد المسلمين الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لم يتجاوزوا 1400. بعد سنتين فقط في فتح مكة فإن الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أثناء فتح مكة كما سنرى إن شاء الله وصلوا إلى 10,000 في أقل من سنتين، وصلوا إلى 10,000، مما يدل على فضل صلح الحديبية، وإنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى هو الفتح المبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. نكون بهذا أنهينا الكلام عن الحديبية، وننظر إلى ما بعد صلح الحديبية وهو مترتب على صلح الحديبية. فإن امرأة أسلمت وهاجرت إلى المدينة وهي أم كلثوم
بنت عقبة ابن أبي معيط. هاجرت أم كلثوم إلى المدينة، وبحسب بنود المعاهدة التي أجريت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، فإنه ينبغي حسب المعاهدة أن ترد هذه المرأة أم كلثوم إلى الكفار مرة ثانية. فجاء الكفار من أجل أن يستردوها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردها إليهم. لماذا لم يردها النبي عليه الصلاة والسلام إليهم؟ قيل لسببين، أو بسبب من هذين السببين. سبب أنه ورد في بنود صلح الحديبية في إحدى الروايات أنه ورد شرط: من إذا جاء رجل منا من مكة يعني إلى المدينة فإنه يعاد إلينا. فقالوا كلمة رجل، كلمة رجل. السبب الثاني أن ذلك نسخ بنزول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقالوا إن هذه الآية نسخت الدخول النساء في صلح الحديبية، إما لهذا السبب أو لهذا السبب. وبالتالي النساء اللواتي جئن من مكة، من مكة إلى المدينة مهاجرات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعيدهن مرة ثانية إلى مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء بيعة النساء عليه الصلاة والسلام، وكما أمره الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، وعلى ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحسب أمر الله له فكان يبايع النساء ما يسمى ببيعة النساء. فكان النساء يأتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهن، ويبايعهن كلاما عليه الصلاة والسلام. كان العرب كان من شكليات المعاهدات أو المبايعات كانت المصافحة، وقد أبقى الإسلام على المصافحة في البيعة أو في المعاهدة ما بين الرجال. فكان الرجال إذا جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصافحهم، وهذا كان من أيام الجاهلية. لكن الإسلام أبطل مصافحة الرجل للمرأة حتى وإن كانت في المبايعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنا لا أصافح النساء، إنما أبايعكن كلاما. لما أرادت امرأة أن تمد يدها وتصافح النبي عليه الصلاة والسلام أثناء المبايعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لا أصافح النساء، إنما أبايعكن كلاما. وقد أقسمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قالت: والله ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له. وأيضا في رواية قالت أيضا: تقسم بالله سبحانه وتعالى ما مست يد كف رسول الله كف امرأة لا تحل له. رغم أن بعض أهل العلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر محرما لجميع النساء، بعض أهل العلم ليس هذا هو الراجح، لكني أشير إلى مقولة بعض أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن الناس الآن ينظرون إلى كلام أمنا عائشة وإلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أصافح النساء، يقولون هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هو الرسول، أليس الأولى لنا نحن أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ نحن الذين يجري منا الشيطان مجرى الدم، وعندنا النفس التي توسوس يعني تحدثنا بالسوء، فلما نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام
يقولون هذا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم فيكم وأنتم فيكم، إن خير الهادي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النساء فلم يردهن كما رد الرجال صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حدثت أيضا بعد صلح الحديبية غزوة ذي قرد. ذي قرد اسم مكان، اسم مكان. هذا المكان كانت ترعى فيه إبل الصدقة، إبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس هذه الإبل في على مسيرة يوم من المدينة يعني لجودة المرعى هناك، وكان لها بعض الرعاة حرة من يحرسون هذه الإبل. من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما أنه قال إني سمعت غلاما لعبد الرحمن ابن عوف يصرخ إن هناك من اعتدى، كان عيينة ابن حص قد اعتدى على هذه الإبل وأخذها وساقها إليه. وتكرر اعتداء الأعراب على إبل الصدقات. فقال وجدت عبد الرحمن ابن غلاما لعبد الرحمن ابن عوف يصرخ من أن الإبل إبل الصدقة قد سرقت. قال فصرخت صرخة أسمعت ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، أي الجبلين الحرتين، يعني إيه الجبلان اللذان يحيطان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينتظر سلمة ابن الأكوع، وهو كان سريعا جدا في الجري وفي العد، فلم ينتظر سلمة رضي الله عنه، وإنما تتبع آثار هؤلاء الذين سرقوا إبل المسلمين وإبل الصدقات، تتبع آثارهم ولم ينتظر أن يأتيه المدد بعد أن صرخ بأعلى صوته في المدينة ليسمع الناس. وسأتوقف عند هذا وأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني.